يا ترى ايه التمارين اللي العبها وقت الضخامه، وايه التمارين اللي العبها وقت التنشيف، وايه التمارين اللي العبها وقت التخسيس؟ عشان تعرف تابع الفيديو ده، بس الاول اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تستكفاش، ما تقولش كفايه، ما تقولش خلاص. في جاي احسن من اللي فات واحسن من اللي انت عايشه دلوقتي. دلوقتي انت لما تدخل الجيم ويبقى ليك هدف معين، سواء عايز تخس او عايز تتخن، سواء عايز تدفنش او عايز تعمل بلك، لو المدرب قال لك عشان توصل لهدفك لازم تلعب تمارين معينه في كل مرحله، اعرف ان هو للاسف ما بيفهمش حاجه، لان الفكره كلها في النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه. بمعنى انك لو عايز تزيد عضلات وتخس دهون هتعمل دايت قليل السعرات الحراريه. طب لو انت نحيف وعايز تزيد هتمشي على دايت برده بس سعرات حراريه كتير. وقيس على كده اي هدف انت عايز توصله في لعبه كمال اجسام، او لو عايز جسم يبقى حلو وممشوط. ففكره انك عشان توصل لهدفك لازم تلعب تمارين معينه، الكلام ده مش صحيح. انت هتلعب تمارين الجيم اللي انت ماشي عليها عادي خالص لو عايز تحقق اي تارجت في حياتك. انما هنا الفكره كلها في الكارديو. لو عايز تخس دهون هتلعب كارديو، عايز ضخامه عضليه وعايز تزيد عضلات، او عايز تعمل عضلات وتحافظ على نسبه دهون قليله هتلعب كارديو، بس نسب الكارديو هنا بتختلف ما بين كل هدف والتاني. طب هنا اكيد جه في ذهنكم سؤال مهم جدا، هل لو انا عايز اخس لازم العب جيم او لازم العب حديد؟ عايز اقول لك اه لازم تلعب حديد، لانك لما تيجي تعمل دايت من غير ما تنزل الجيم، او تعمل دايت وتنزل جيم عشان تلعب كارديو بس، انت هتخسر نسبه دهون كتيره، بس نسبه الدهون اللي انت هتنزلها دي مفيش حاجه تعوضها من زياده العضلات. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تمشي على دايت وتنزل تلعب كارديو انت مش بتدي فرصه لعضلاتك انها تنمو وتكبر، فهتلاقي نفسك خسيت وشكل جسمك بقى وحش، وكمان هتبقى معرض ان يجي لك ترهلات، لان الدهون اللي نزلت من جسمك مفيش حاجه جت وعوضتها، فهتلاقي في ترهل في الجلد. ده غير التناسق والسيمتري الجميل اللي انت هتحصل عليه لو سمعت كلامي اللي في الفيديو ده. مش عايز اطول عليكم، وعجبك الفيديو لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويا ريت كمان يعني تصيطوني كده وسط زمايلكم. يعني والله شفنا فيديو الواحد اسمه رامي عادل وزي الفل وحلو وبتاعه وكده، واي حد عايز يتمرن معايا اونلاين يبعت لي على صفحه الفيسبوك او على اكونت الانستجرام. كان معاكم رامي عادل، السلام عليكم. كات هايل يا فنان.